اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الاستماع والنطق. هتلاقي بقية الحلقات اسفل الفيديو في قائمة تشغيل الاستماع والنطق المستوى الاول للمبتدئين. اتفرج عليهم لانك هتستفيد كتير جدا. معنا النهاردة صوت جديد وهو صوت الاه، وهنقارن ما بينه وما بين صوت خدناه في الحلقة اللي فاتت وهو صوت الايه، لما كنا بنقارن ما بين الايه والاي. النهاردة بقى هنقارن ما بين الاه والايه تاني، الاه والايه. قبل ما نبتدي مع بعض، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة واعمل لايك للفيديو عشان نوصل لعدد اكبر والخير والمعلومة المفيدة تعم على الجميع. يلا بينا نبتدي مع بعض. حلقة النهاردة محتاجة مننا شوية تركيز، لان الصوت دوت من اكثر الاصوات اللي احنا بنخطأ فيها كناس لسه بتتعلم جديد، وحتى المستويات المتوسطة كمان في اللغة مش بس المبتدئين بيخلطوا ما بين صوت الاه وصوت الايه. طيب، صوت الاه صوتك بيبقى فيه مفتوح شويه، عاوزك تبص على بقى كده، فبنقول مثلا pen، اه اه pen pen. لكن صوت الايه بتبقى شفايفك اعرض وقريبه من بعض عن الاه، فبتبقى pen pen pen. يبقى تاني pen، لاحظت الشفايف عامله ازاي؟ افتح في الاه pen pen و pin pin. شفافك بتبقى منتشر اكتر، spread اكتر، واسعة اكتر، وقريبة من بعض كمان. طب ما تيجي ناخد شوية اصوات، طالما احنا عرفنا الصوتين شكلهم عامل ازاي من صوت بقي، شوية كلمات فيهم الصوتين اللي هم قريبين من بعض، وهنشوف احنا ازاي بنلخبط ما بينهم وازاي نقدر نفرق ما بينهم وننطق كل كلمة فيهم بطريقة صحيحة من غير ما ننطقهم الاثنين زي بعض. يلا بينا. الصف اللي على الشمال هيبقى صوت الاه، والصف اللي على اليمين هيبقى صوت الايه. تاني، افتكر الصف اللي على الشمال اه، اللي هو شفايفك فيه بتبقى مفتوحة شوية ومش قريبين من بعض، والصف اللي على اليمين هو صوت الايه، واللي شفايفك فيه بتبقى قريبة من بعض وبقك مفرود اكتر. اوكي، طيب يلا نبتدي بالشمال، العمود الشمال الاول. pen pen، لكن pin pin. ملاحظ الفرق في الصوت؟ desk desk و disk disk. dead dead و dead. احنا دايما بنقولها غلط طبعا الكلمة دي، في فرق ما بين dead dead متوفي افتح بقك و dead dead. fell fell و fill fill. mess mess و miss miss. bag bag I beg you و beg big. bell bell و bill bill. check check we chick chick. hell hell الجحيم we hill hill. hell hill hell hill. bat bat bit bit. bat bit bat bit. okay، تعال بقى نبتدي مع بعض كالعادة بإكسرسايز أو تمرين بسيط. أنا هختار كلمة من الكلمات السابقة اللي احنا لسه واخدينهم، وانت هتقول لي أي كلمة انت سمعتها. فانت هتبتدي الأول بأنك تسمع صوت الكلمة، وبعدين قول لي أنهي كلمة انت سمعتها من الكلمتين اللي هيظهروا بعد كده. يلا بينا. big انت سمعت؟ very good yes big B-I-G. pin pin انت سمعت؟ very good برضو P-I-N. dead dead انت سمعت؟ جميل، انا ما قلتش did، انا قلت dead. انت سمعت dead D-E-A-D. miss miss
انت سمعت very good M-I-S-S fell انت سمعت very good yes F-E-L-L يلا بينا بقى مع exercise اعلى شوية والexercise دوت زي ما احنا متعودين دايما هتبقى برضو كلمتين قريبين من بعض في النطق او الصوتين اللي احنا بندرسهم النهاردة وانت هتختار منهم كلمة واحدة بس في وسط جملة اوكي حاول تاني ما تركز على الحس بتاعك في الجرامر او في القواعد حاول انك تختار الكلمة بودانك فقط بلاش تركز على الكلمة الصح ايه لو انت عارف معناهم بس لان احنا بندرس تاني استماع فركز بس انك تسمع الصوت الصح يلا بينا I'll sleep a bit. Very good. انت سمعت? Bit. مش bat. Very good. I'll sleep a bit. Bit. Okay. I don't have a pen to write. I don't have a pen to write. انت سمعت? Very good. Pen. Bring the bill to me. انت سمعت? Bill, very good. Don't kill my son, I beg you. I beg you. Inta smat? Beg, mish big. Very good. Beg, B-E-G. Oh, this is a beautiful chick. Ha, inta smat? Chick, mish check. Chick, يعني مزة أو بنت جميلة. Okay? طيب ده جميل جدا very good very good we need to clean up the house it's a mess ها انت سمعت انا ما قلتش it's a mess قلت it's a mess very good mess you might fall if you go to the roof تاني you might fall If you go to the roof, fell. مظبوط مش fell. ما قلتش you might fell. أنا قلت you might fell. Fell. Very good. ودي كانت نهاية الحلقة. كالعادة هتلاقي الاكسرسايز أو التمرين على الديالوج اللي احنا سمعناه النهاردة في أسفل الفيديو أو في أول تعليق. ما تنساش تسيب لي تعليقاتك والسجيشنز أو الاقتراحات اني اقدر اضيف لي المحتوى وما تنساش تعمل سبسكرايب وتشير الفيديو عندك عشان نوصل لعدد اكبر وخلينا اشوفكم على خير شكرا